آخر تطورات قضية قتل المذيعة شيماء جمال. تأجيل الحكم في طعن المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، وعلقت والدتها وقالت نفسي أرجع فرحانة بس واثقة في القضاء المصري. بس هو ليه جوزها كان قتلها أصلاً؟ تعالوا نفكركم بتفاصيل الجريمة. أكيد كلنا لسه فاكرين القضية اللي هزت مصر، قضية قتل المذيعة شيماء جمال على إيد جوزها وشريكه. القصة بدأت لما عثرت الشرطة على جثة المذيعة شيماء جمال في مزرعة تابعة لمحافظة الجيزة بعد اختفائها لمدة 20 يوم. القضية عملت صدمة في مصر وخدت وقت طويل جداً في المحاكم، وفي الآخر حكمت محكمة جنايات الجيزة بإعدام القاضي وشريكه بتهمة قتل الإعلامية شيماء جمال مع سبق الإصرار والترصد. بس إيه هو سبب القتل؟ كشفت تحقيقات النيابة في القضية اعترافات بتثبت فساد القاضي القاتل، وإنه كان بياخد رشاوي علشان يقول أحكام قضائية في صف المستثمرين وأصحاب الأراضي وينصفهم على حساب الدولة، وكان في فيديوهات خاصة للعلاقة الزوجية كانت بتهدده بيها المذيعة علشان تجبره يشهر جوازهم، والتهديدات المستمرة إنه يعلن الجواز أو تفضحه سواء بالفيديوهات أو بإنها تبلغ عن الرشاوي كانت سبب إنه يفكر يتخلص منها. وكشفت اعترافات حسين الغرابلي المتهم التاني إن القاضي أيمن حجاج خاف من مراته المذيعة شيماء لأنها كانت بتتوسط بينه وبين أصحاب المصلحة وبتاخد نسبة من الفلوس، وعلشان كده خطط يقتلها للسبب ده. استدرجها للمزرعة بحجة إنه عايز يصالحها واشترها لها وكتبها باسمها، وطبعاً هي فرحت جداً وصدقته وراحت معاه. وفي تفاصيل القتل وطريقته حكوا إنها كانت بتتوسل ليه وبتطلب منه إنه يسيبها تعيش وإنها مش عايزة أي حاجة تاني منه، لكن الغل والشيطان كانوا عاميينه وكمل في جريمته وقتلها بدم بارد وغدر، وأقنعوا يساعده في القتل وده طبعاً بمبلغ محترم، ووعدوا إنه هياخد دور شيماء في موضوع الوساطة وياخد نفس الفلوس اللي كانت بتاخدها هي من أصحاب الأراضي. وصرح كمان إن شيماء جت للموت برجليها لما طلبت من جوزها القاضي مبلغ 3 مليون جنيه علشان تسكت عن كل ده، وجوزها كان جاب أخره منها ومن تهديداتها وقرر يتخلص منها. وكانت بدأت محكمة النقض يوم الاثنين أول جلسات طعن الزوج القاتل بتهمة قتل الإعلامية شيماء جمال، وحكمت المحكمة بإعدامهم مع سبق الإصرار والترصد لأنه قتلها ودفنها في مزرعة في مدينة البدرشين. ووصلت والدة شيماء لدار القضاء العالي علشان تحضر الجلسة مع عدد من قرايبها واللي رفعوا صورة شيماء، وقالت أمها إن بنتها اتقتلت غدر على إيد جوزها وشريكه، وفضلت تقول عايزة القصاص القانوني العادل. وحددت المحكمة يوم 8 يوليو لجلسة النطق بالحكم. ربنا يرحم المذيعة شيماء جمال، وأكيد كلنا ثقة في القضاء المصري وحكمه. ما تنسوش تتابعونا على عين مصر عشان يوصل لكم مننا كل جديد أول بأول.